الرادارات، شبكة الرادارات المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والمرحلة الإنشاءات النووية الإيرانية، وفي المنشآت الحساسة لعشرات الكيلومترات. طبعا من بين أيضا التجربة التي تحاول إيران تطويرها في هذه المناورات هو استقلالية دفاع إيران، قدراتها في هذا المجال. التوقيت ربما هو أيضا مؤشر مهم في هذا السياق، رغم أن المسؤولين العسكريين الإيرانيين أشاروا إلى أن هذه المناورات تم التحضير إليها مسبقا ووفق جدول زمني مسبق، لكن بطبيعة الحال التوقيت هو أيضا